شو هن ابرز احداثنا الفلكيه عن هالاسبوع واسبوع الاخير من شهر اب اغسطس؟ بيشهد هالاسبوع تغيرات كثيره بمواقع الكواكب، بدايه انتقال الشمس من برج الاسد الناري لبرج العذراء الترابي، حتى تنضم لكوكب عطارد، حتى تسهل الامور بسرعه وبصير في تواصل وتنقلات اسهل من كان للسفر او للاوراق الملفات القانونيه القضائيه وحتى الاستشفائيه. الفلك بيعطي مواليد الابراج الترابيه كل الحق وبيمنحهم جرعات كبيرة من الحماية والاستقرار والازدهار، وبتكون سنة القرارات والخطوات النهائية لمواليد العسور العذراء والجدي، وبكون عندهم الرضا الشخصي عن هالسنة الواعدة جدا اللي بتحملهم النجاح والشهرة وحتى الفرص الكبيرة. رح تفتح لهم شمس وكوكب عطارد الأبواب وبتشيل من طريقهم كل العقبات وبتسهل عليهم كسب التقدير والوصول لمراتب أعلى. كمان المحتمل أن يقوموا بتغيير بمركزهم داخل الشركة نفسها أو توقيع على عقد جديد مع شركة أهم وأكثر إشراقاً. رح تقدر من مواليد تنتقل من بلد لبلد تاني، تضاعف فيها فرص الحصول على مكافآت وشهادات وطبعاً شهادات التقدير. شو هني أبرز أحداثنا هالأسبوع؟ وجود كوكب الزهرة ببرج الأسد بيقدم لمواليد الأبراج النارية كل الحب والرومانسية والشهرة والنجاح والمال، وبتسهل طريقهم نحو فرصة للخطوبة أو زواج. هالتأثيرات العاطفية الحلوة بتكون من نصيب كل من مواليد الحمل الأسد والقوس. كمان رح تشهد حركة القمر تحركات يومية فيها تقدم لكثير من الدعم لكافة الأبراج. البداية بين السبت والتنين وجود القمر ببرج الجوزاء الهوائي بخلي مواليد الأبراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو يتقدموا بخطوات كبيرة وناجحة، وبينتقلوا من بعد القمر لبرج السرطان المائي الثلاثة والأربعة، يومين حلوين حفلين بالحظ والتفوق لكل من مواليد الأبراج المائية سرطان العقرب والحوت. بالنسبة لختام الأسبوع عندنا الخميس والجمعة انتقال القمر لبرج الأسد، وبتكون مرحلة نارية بامتياز بتتحدث عن انفراج ارتياح مهني ومالي وعن نجاحات وحظوظ على كافة المستويات، وهالأجيال الحلوة الإيجابية بتطال مواليد الحمل الأسد والقوس. أما حركة الكواكب رح تكون على الشكل التالي: الشمس عطارد بالعذراء، المريخ بالجوزاء، الزهرة بالأسد، المشتري بالحمل، وزحل متراجع بالدلو، بلوتو بالجدي، وأورانوس بالثور. وأكيد المعايدة الكبيرة لمواليد برج الأسد بالأيام الأخيرة، وإن شاء الله تكون هيدي سنة سنة النجاح والحظ والتقدم لكل هالمواليد. تحية كبيرة لإلكن، وكمان تحية كتير كبيرة لمواليد العشرية الأولى من برج العذراء مع بداية شهر شمسي جديد اللي بيكون بانتظاركن. سنة مهمة جدا، سنة المشاريع الجديدة والأحداث المهمة والفرص الكتيرة رح تتخطوا أو تحظوا بمهمات رح تتخطوا كل المهمات الصعبة بشجاعة كلية وجرأة استثنائية بتخلي حياتكن المهنية أفضل بهيدي السنة. وجود الشمس وعطارد ببرجكن بالإضافة لوجود كوكب المشتري بالحمل الصديق بيعطيكم مهارات وكفاءات أكثر، وبتقدروا تستفيدوا من الرحلات والمؤتمرات والتبادل الثقافي والتجاري والتجارب الجديدة والتعامل مع أشخاص جديد. رح ينفتح قدامكم أبواب جديدة بتكون طريق لفرص عمل بالخارج أو بالداخل، وممكن تحصلوا على ترقية أو تغيير بمهنتكم أو زيادة على الراتب. ممكن كمان تنتقلوا من شركة لشركة جديدة وتحققوا أرباح إضافية. كمان ممكن تكون مشهور إذا بتعتمد الفني أو السياسي أو صاحب نفوذ بمهنتك. يعني نقدر نقول عزيزي العذراء أنه حلمك رح يتحقق. كمان رح يكون بانتظارك عاطفيا أجواء رومانسية بحيطكم كوكب الزهرة بأجواء من الحب والرومانسية والدفء، وبكون عم بيساعدكم لحل المشاكل والقضايا المعقدة أو العلقة. أما إذا كنت عم تخوض علاقة جدية توقع أنها تظهر بهيدي السنة وتتعزز الروابط مع الشريك. من المحتمل أيضا أنك تتجوز أو تحتفل بحدث عائلي كبير. مولود العذراء بحب الشراكة بالشغل مع مواليد الحوت والجوزاء.